لها تروفي؟ ايه اتفضل. ميرسي. كسيب وعنده شقة. يابا ده متجوز وعنده عيلين. يا بنتي عيل اتنين تلاتة أربعة، إنما ده عنده شقة مش متجوزاه، فاهمة؟ آه ياكل كده بيسميها جدع. ده اللي اسمه شعبان. ها ده غطس مهبش هيقب الغايب حجته معاه. يا أختي اللي مقال عليه يبعت كلمة في جوابه للصفرانة. عارفة ما جاش ليه؟ لا هيبعت ولا هيجي، وإن جه هيجي ايد ورا وايد قدام. الخايب يبقى طول عمره خايب. اسمعي كلام يا بنتي، هو حد طيب يتجوز الايام دي؟ يابا هستناه، ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا. ذنبك على جنبك. صباح الخير. اهلا يا عم جواد. هلو هلو. شال ارقام جان؟ نعم شال ارقام جان. انا رايي هي بتقول ايه؟ بتقول لك تجي لك تاني؟ انت ممكن تيجي تاني في اي وقت. البيت مفتوخ، البيت مفتوخ، وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط. اجل البيت مفتوخ، انت تيجي في اي وقت. باي 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 باي. شفت الانجليزي بتاعي؟ عظيم، عيني برد عليك. مستورد معلم. الو الو فريد بي، دفت العربيات الجديدة وصلت يا فندم. بالنسبة للعربية اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في أي وقت النهاردة لو حبيت. طيب أوكي أوكي.
انت خارج؟ اه مع السلامة العربية الجديدة. طب ما اجي معاك اسوقها لك على الاقل؟ لا انا محضر السواق، ماليش دعوة انت. النهارده يوم فرحها. فرح الندامه. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ طب خلاص خلاص. على العموم لازم تتعرف عليه. نديله البنت التانيه. البنت التانيه عندها 9 سنين. وماله استناها؟ عجبك الدوشه دي؟ بيتهيألي قلقاكي مش عارفه تنامي. بس المخده مريحاني. اه. طب ما تيجي ناخد المخدة ونروح. بداية ما تشوف. مش كده؟ يلا حلو. تعلن شركة منصور شيفورلي عن وصول أول دفعة من سيارات شيفورلي سايتيشن. وقد كان أول المستلمين السيد الغطريفي. يا زينة يا زينة. إيه؟ تعالي شوفي يا واد. إيه؟ بصي كده مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ إيه اللي هيجيب شعبان في التلفزيون؟ هو فعلا هو. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتغلها، العربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان. يا بنت بلاش تخاريف امار.